تحفظات كبيرة على هذه الحكومة، لأن مثل كيف ما قلنا نعتبروها استمرار الحكومة السابقة، وبعبارة أخرى ما هيش مش تجيب باختيارات جديدة للشعب التونسي، بل بالعكس هي باش تزيد تعمق فهمتي الأزمة. بالنسبة للجبهة الشعبية والائتلاف المدني والسياسي، نحن مش نواصلوا النضال على الأرضية متاعنا اللي مرتكزة على المطالب العاجلة والملحة منها للشعب التونسي في المرحلة الحالية، وبش يكون طبيعي جدا التعاطي نتاعنا مع الحكومة هذه على أساس ذلك البرنامج. أولا قضية مواجهة العنف والتصدي للعنف، النقطة الأولى فيه اللي هي كشف كل الحقيقة عن اغتيال الرفيق شكري بالعيد تخطيطا وأمرا وتنفيذا. المسألة الثانية حل روابط حماية الثورة وكل الميليشيات، حل نهائي وليس تجميد بشهر أو فهمتي منها بفترة زمنية محددة، حل كل الميليشيات، وكذلك نشر التحقيقات في كل أعمال العنف والاعتداءات اللي صارت إلى حد الآن، تحييد المساجد وتجريم التكفير وتجريم توظيف المساجد للتحريض منها الفتنة، ثم مسألة هذه مراجعة كل التعيينات، مراجعة منهجية لكل التعيينات. هذا من ناحية. من ناحية أخرى في خصوص الأجندة، الجبهة والائتلاف اقترحوا شهر أكتوبر القادم لتنظيم الانتخابات، ولكن من هنا الغادي لابد من إعداد العدة باش الانتخابات هذه تتوفر فيها الحرية، تكون عندها توفر فيها الحرية، توفر فيها الشفافية، وباش معناها تكون معناها ديمقراطية. هذا بطبيعة الحال الدستور وقتاش مش ينتهي، قضية القانون الانتخابي وقتاش مش تعمل، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقتاش مش تعمل، وكذلك الهيئات التعديلية. أخيرا في خصوص الجانب الاقتصادي والاجتماعي، تم مسائل يلزمها إجراءات ملموسة تحدثنا عليها في الندوة الصحفية. أولا في خصوص غلاء الأسعار، ما نجمش التوانسة والتونسيات يجد عليهم كلام رئيس الحكومة رانا مش نقصوا من غلاء الأسعار، في الوقت الأسعار قاعدة تتزاد كل يوم، بالإضافة إلى ذلك اللي في الوقت اللي ما تماش إجراءات ملموسة لمقاومة الاحتكار، لمقاومة منها التهريب، وأكثر من هكا ما تماش إجراءات ملموسة لمراجعة الميزانية. ما نجموش نواصل نخدموا بنفس الميزانية اللي أقرتها حكومة حمادي جبالي اللي هي حكومة فاشلة. ولهنا ثم نقطة أساسية مطروحة في المجال هذا، هو هذا التفريط المتواصل في الثروات نتاع تونس. البارح وزير المالية تحدث على التفريط في 500 منها مؤسسة. التوانسة والتونسيات يجب أن يفهموا أن البلاد قاعدة تتباع، ومش نلقاو رواحنا بعد مدة قصيرة على حافة الإفلاس، وقت صندوق النقد الدولي مش يتدخل وباش يفرض على تونس خطة اللي باش تخلي تونس في وضع المستعمرة الاقتصادية اللي قرارها المستقل ما عادش فيدها.